عدنا مجددا أحبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد بآخر فقراتنا وختامها مسك مع زهراب ماركريان المصور الخاص للمرحوم جلالة الملك الحسين بن طلال المغفور له بإذن الله تعالى. زهراب بيك، أسعد الله صباحك. أنا سعيد بتواجدك معنا مجددا. خلال فترة قصيرة تحدثنا عن سمو الأمير علي أيضا حفظه الله ورعاه بمناسبة عيد ميلاده، واليوم سنتحدث عن الملك المعزز حفظه الله بمناسبة عيد ميلاده 54 أيضا. صباح الخير، يسعد صباحكم. عيد الملك عبد الله عيد الأردن. نعم. الأردنيين الله يطول عمره وأبو حسين. فإحنا كلنا فدا الأردن وفدا الهاشميين. احنا سعداء جدا بوجودك معنا، وانا كنت سعيدة كثير وانت عم تحكي المقدمة مجحم، كان زهراب عم بيصورنا. صحيح. يعني مصور الملوك والملكات والأميرات والأمراء، يعني عم بيلتقط لنا صورة، فبدها تكون صورة اكيد مميزة عشان عيد الملك عبد الله. انا جايب شوية هدايا. اول شيء بنبدا مع الستات طبعا، هاي لنسرين صورة للملك عبد الله. يا سلام، شكرا. هاي صورته اياه كان لجواز سفره. بعدين انا جايب هاي لما كان امير، لما كان امير بالضبط. فجايب لصديقي، انا وعدتك هذيك المرة. نعم صحيح. كتاب الاميرة هي الاربعين، صار عمرها 40. العمر كله بالاربعة، هي ولدت بال74. نعم، يعني قبل سنتين. قبل سنتين. فهاي أشكرك. هدية ولا يوجد أجمل من هذه. حبيب. هدية حبيب. كما لما تحدثت عن سمو الأميرة هيا، دائما لما نستذكرها وربينا على سمو الأميرة هيا بالرياضة وبالفروسية، ونتمنى يعني لقاء سمو الأميرة هيا، اشتقنا لها. الله يديم عليها الصحة والعمر المديد بإذن الله تعالى. إن شاء الله. تحية إلها طبعا من عمان اللي بتحبها. تحية لندى في مكتبها ونارت مدير مكتبها. فإن شاء الله هي يسمعوا، لأنه عندهم خبر. إن شاء الله يسمعوا. إن شاء الله. خلينا هلأ يعني نشوف شو محضر أو عامل في هدايا كمان احتفاء راح ناخذهم. طيب هلأ هاي مهم جدا. قبل شوي كنتوا تحكوا عن سياحة الأردن. امبارح بس وصلني من المطبعة، لسه الأسبوع الجاي بخلص كل الكمية. هاي هدية الملك عبد الله السياحي، لأنه هو والملكة رانيا، الملك عبد الله والملكة رانيا السياحة خصوصا هلأ في 2016 كمان لها يعني في اهتمام كبير. ويعني صحيح. كل فنادق الأردن دعمونا بالكتاب هذا. في صور. أنت قلت لي مرة كنت عامل كليب للسياحة. بالضبط. صور سياحية، فيديو، صور متحركة يعني موجودة. حتى جيهان أخذته بتستخدمه فواصل بالبرنامج. بدي أعطيكم فكرة كمان. أنا السنة هاي إن شاء الله بدي أقوم بمسابقة للتصوير السياحي في الأردن. والكل بدي يشترك، من المحترفين والعاديين والهواة والجامعات كله. أنا مجهز لهم برنامج خاص. طب حلو. هذا بسوى كمان لما تتبلور الفكره مظبوط، احنا نكون اول ناس يعني الانطلاقه من عندنا تكون برنامج يوم جديد. انا بتوجه لكم انه انتم تدعموا، لانه لسه ما حكيت مع الاتصال ايش بيقولوا اورنج وزين وشركات الاتصالات. بدي احكي معهم مشان واحد منهم يدعموا الفكره، وبدي بدل ما نعطي للجوائز كاميرات وكذا، كاميرات موجود، بس انا مصمم انه اعطي للفائز الاول 5000 دينار. جميل. لانه نعم. مشان اطلع كل الشباب والبنات وكذا من بيوتهم اطلع برا يصور. اكبر عدد من المصورين سواء محترفين سواء هو اللي بالجامعات. بالزبط. من باب الترويج السياحي يعني. تشكر استاذ زهراب. هلا قبل اسبوعين كمان حكى معي صديق لي اسمه بهجة المجالي من فيينا، من النمسا. قال لي زهراب احنا الجالية الأردنية في النمسا عم نفكر نعمل معرض حلو سياحي عن الأردن في النمسا، لأنه صار 60 سنة الصداقة النمساوية الأردنية. عجبني الفكرة،
كل سفارتنا لازم يهتموا، حتى السفير كمان سفير جميل. سفيرنا في النمسا حكى معي قال لي أخ زهراب احنا بندعمك في كل في أي شيء بدك تساوي. فإن شاء الله شهر واحد شهر ستة واحد ستة نعمل معرض حلو عن الهاشميين الثورة العربية الكبرى والأردن سياحيا في فيينا. وانتم مدعوين كمان، انا اذا بدكم نعمل ترتيبات كذا تيجوا وتغطوا الفكره كمان. اكيد دائما مؤسسه الاذاعه والتلفزيون تتبنى اي فكره رائده، وتحديدا اذا تعلقت بالوطن والترويج السياحي. احنا بنشاهد لكن احببنا اللي بيشاهدوا الان. اسمحوا لي اصور الصور. مش معقول يعني صور ونوعية رائعه. هاي احلى هديه للملك عبد الله، ولسه هاي مفاجاه له ومكتوب كلمات له عنه كمان في الكتاب. طيب احنا رح نشوف الكليب هلا اللي انت عامله الصور الى اول مره رح ينعرض. مزبوط. كليب صور يعني زي بانوراما. بدكم تشوفوا علاقه الملك عبد الله مع الامير حسين. خلينا نشوفهم. ما اطيب اتشوقنا هلا نشوف الكليب. خلينا نشوفه ونرجع ايضا لانه رحمه الملك حسين كان يحبها. يلا نروح نشوف الكليب. يلا يا ستي لجلالة القائد. يلا يا جهاد. يلا
يعني احنا بعد ستنين هلا طلعنا على الهواء بعد ستنين صور نادرة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه والأسرة الهاشمية، جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، وذرفت دموع الأستاذ زهراب ماركريان لخصوصية العلاقة، أعوام وأعوام طويلة، وكاميرا زهراب حاضرة لجلالة الملك ولجلالة الملك عبد الله أيضا وأيضا جلالة الملكة، وشاهدنا في خصوصية بالصور أستاذ زهراب ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله أيضا بالطفولة مع جلالة الملك وجلالة الراحل أيضا أستاذ زهراب. الصورة تغني عن مليون كلمة. صحيح. شفتوا العلاقة الحلوة الطيبة بين الأمير حسين وجده الملك حسين، فأنا أي شخص قريب للملك حسين أبو عبد الله أنا بموت فيه. الأمير حسين الصور لحاله، طبعه طيبته تواضعه والكاريزما شخصيته كله هذا قريب كتير للملك حسين، فما بدهاش يعني أنا بحكي من القلب ما عندي شو اسمه. فالله يطول عمره ويطول عمر الملك عبد الله أبو حسين كمان، وكل عام وهو بألف خير. وبنشكر يعني باسم الطائفة الأرمنية بشكر الأردن والهاشميين الأردنيين الطيبين اللي حضنوا الأرمن اللي داروا بالهم على الأرمن. فأنا حتى جدي كان خدم في معان بالثورة العربية الكبرى، خدم في معان، وأمي ولدت في معان، فتحية للمعانية حبايبي والطفايلة بلاش ننزعهم. فكل عام أنتم بخير، وفي شوية هدايا كمان قلنا عشان عيد ميلاد الملك عبد الله بدنا نوزع هدايا. وانت الله يطول عمره. شكرا لك، بس خليني أرجع للمبادرة أو المسابقة اللي بدك تعملها. أيوه. للتصوير سواء للمحترفين أو للهواة. إمتى رح تعلن عنها؟ إمتى رح يكون مثلا في تقديم طلبات؟ شو الشروط؟ في عدد معين مثلا من الصور؟ لا لازم تكون ما في مصور. ما في عدد معين. انا الفكره منه انه اخلي شويه عجقه. قبل شوي كانوا يحكوا يعني بالصدفه يعني عن السياحه الاردنيه الداخليه، انا بدي احرك كل يعني ما بكفي بس الملك عبد الله يحكي بالسياحه ويدعم والملك رانيا ما بكفي هذا. هي سفيرنا اللي بالنمسا عمل حركه، كل سفرائنا كل كذا كل شخص اردني بوفي ويعني لازم. انت رح تعلن عنها بأول الربيع بدنا نعلن عنها. هلأ عم نجمع الأفكار وبنجمع الناس اللي بدهم يعني يضمنوا. هذا لحالي ما بقدر أسويها. الفكرة من عندي مزبوط، بس بدي أجمع ناس يدعموا الشباب هدول اللي بالجامعات واللي حتى بالموبايلات. بدي أرضى صور حلوة عم بطلع بالموبايلات صور بجنن تعرفي بالضبط، في ناس ما عندهم مقدرة يشتروا كاميرا. صحيح. فبدي أجيب لهم الآن حتى مصر أطلقت مبادرة أي شخص بيصور صورة حلوة أو لقطة حلوة لمصر في أي وقت في أي مكان ينزلها ويعرضها ويكتب هاي مصر بالزبط. حتى يروج لبلده يعني كمان كل واحد مسؤول مش بس المصورين بالزبط. أي شخص بيلاقي لقطة حلوة طيب فليه إحنا ما نطبق هاي المبادرة 100% هاي يعني إن شاء الله بدعوكم لما يصير في نزلة للكتاب تبع السياحة هاي كمان أسبوعين بدنا نعملها، بعزمكم مشان تصوروا الافتتاح وكذا، بدنا نعمل معرض حلو عنه كمان إن شاء الله. إحنا منتشرف أستاذ زهراب. أحبتنا رح نختم حلقتنا أيضا بكليب خاص أقل شيء ممكن نقدمه، والأستاذ زهراب ماركريان لجلالة الملك بعيد ميلاده الميمون والعمر كله سيدنا، وللأردنيين هو عيد الأردنيين كافة. أحبتنا لا خوف عليك يا وطني إذا كان أول جنودك ملك، حماك الله يا أردن. كنا ولازلنا وسنبقى دائما وأبدا معكم ولكم منكم وإليكم من نسرين أبو صالح ومجحم العدوان أطيب الأمنيات، ونلقاكم بحلقة أخرى بإذن الله. ونذهب إلى هدية زهراب ويوم جديد لجلالة القائد ومؤسس الإذاعة والتلفزيون.